لكن خلونا نشوف الطلبة يعني رأيهم إيه أولاً في أول يوم امتحانات، شافوا الامتحانات إزاي، الأسئلة عاملة إزاي، رأيهم إيه كمان في موضوع التسريب والغش اللي بيحصل. في التاسعة من صباح اليوم بدأت أولى لجان امتحانات الثانوية العامة العمل بامتحان اللغة العربية للنظام الجديد، حيث شهدنا استعداد الطلاب وترقبهم لدخول اللجان. بإذن الله بقى كويس بإذن الله، ويجي كده سهل وخفيف يعني بإذن الله على الناس كلها بإذن الله. يعني لازم نذاكر عشان دي ثانوية عامة، فلو ما ذاكرناش مش هنعدي. لازم الواحد يقلق عشان لما قلقتش دي ثانوية عامة وكل بيخاف منها. أثناء امتحان اللغة العربية تواجد الأهالي على أبواب المدارس لاستقبال أبنائهم، إلا أنهم تفاجأوا بتسريب امتحان اللغة العربية على مواقع التواصل الاجتماعي وتلاهم امتحان التربية الدينية، ما دفع الوزارة لإلغاء امتحان التربية الدينية وتأجيله. الواحد يكون مذاكر وتعب طول نفس طول السنة ويجي حد يسرب ذنبنا إحنا كطلبة ثانوية عامة إن إحنا يمتحنونا آخر مادة. تسريب امتحان اللغة العربية عمل أزمة، على إن الدين مادة لا بتضاف للمجموع ولا معلش فيها مشقة بالنسبة للولاد. ضيع عليهم كام ساعة مذاكرينهم دين. العيب على المدرسين اللي سربوه، العيب مش على الطلبة، العيب مش على الطلبة. ماليش دعوة باللي خد فلوس، أنا ليا دعوة إن أنا بنتي سهرت وتعبت وذاكرت. ماليش دعوة بقى اتلغى ما اتلغاش، المرة دي جت في الدين، المرة الجاية هتجيني بقى في مادة أساسية. التسريب المتكرر لامتحانات الثانوية العامة على بعض صفحات مواقع التواصل يبدو للمتابعين أنه تحدي بين الوزارة والقائمين على هذه الصفحات الذين ينجحون فيه في كل مرة في تسريب الامتحانات قبل بدئها، وهو ما يبدو أنه سيترك عواقب مجتمعية وخيمة مستقبلا. عاما تلو الآخر تستعد وزارة التربية والتعليم والطلاب والأسر استعدادات مكثفة لاستقبال امتحانات الثانوية العامة، وهذا العام أتت الرياح بما لم تشتهي السفن، فتسريب الامتحانات قدر على الوزارة والأسر والطلاب في آن واحد صفو استعداداتهم لاستقبال هذه الامتحانات. فإلى متى يبقى حال الثانوية العامة وامتحاناتها على هذه الشاكلة؟ محمد الريس، الحياة اليوم.